بمجرد أن طلب منه سنوية السيارة رد عليه السائق بالضرب على رأسه بواسطة هاتفه النقال حتى جعله يغرق في دمائه. حادثة الاعتداء على شرط المرور المفوض عماد جبار في كركوك تتذكرونها معي، والتي شغلت الرأي العام منذ أيام، تسببت بضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى وصلت إلى مسامع الوزارات الأمنية. اليوم وردا لكرامة المنتسب المعتدى عليه، استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد شرط المرور المفوض واستمع لمجريات ما حدث معه بالتفصيل بالضبط. فيا ترى ما الشيء الذي سيثمر عن هذا اللقاء مع هذا المفوض؟ لنتابع. أخذت ياما العقيد، العقيد قال أعطيني جازة سنوية حتى ناخذها. سيدي قبر راح ابي اجيب لي جازة سنوية، والله العظيم قبر خلى الموبايل على راسي. طبعا بالبداية نرحب بيك سيد معالي وزير الداخلية، صار عنده علم ووجه السيد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بهذه الحادثة، وخاصة الاعتداء على رجل دولة، رجل مرور، رجل قوة أمن داخلي، بأنه تتخذ كافة الإجراءات القانونية. وجهنا مدير مرور العام والأخ مدير مرور كركوك بتسجيل دعوة بالاعتداء على رجل شرطة أثناء تأدية واجباته، وأيضا شكلنا لجنة تحقيقية وأيضا ممثل قانوني عن مديرية المرور العامة. فإن شاء الله هذا المواطن يأخذ جزاء يتعدى كل سواسية، يطبق القانون على الجميع. وانت بنا وتحيات المعالي لك. بارك الله فيك. إذن وكيل الوزارة وعد بتشكيل لجنة تحقيقية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة السائق المتهم بالاعتداء على منتسب المرور إن ثبت تورطه. وليس هذا فقط، بل قام الوكيل بتكريم المفوض دعما له من جهة وإيصال رسالة لكل من يعتدي على رجل المرور أثناء الواجب بنفس الطريقة أو بطريقة أخرى مشابهة لهذه الطريقة أيضا، وأي منتسب آخر في الوزارة. وأيضا أكدت الوزارة دعمها لمنتسبيها وأكدت أنها لن تتخلى عنهم إطلاقا. ردود أفعال وتعليقات كثيرة جاءت على منصات التواصل الاجتماعي على خلفية اعتداء الشاب على مفوض المرور أثناء الواجب. سنقرأ عليكم جانبا من تلك التعليقات، ونبدأها مع تعليق لغالية عيد. تقول غالية في تعليقها: خطيها الرجال المفوض كسر قلبي، يستاهل التكريم ورد الاعتبار، واللي صار معاه مرفوض وعليه يجب محاسبة المعتدي حتى يصير عبرة لغيره. تعليق آخر من غالية تقول في تعليقها، أو تعليق من أم حيدر عفوا، تقول أم حيدر في تعليقها: القانون فوق الجميع، بس أكو رجال مرور مستهترين إلى أبعد ما يكون، لأنه يعرف بأن القانون معه حتى لو تجاوز على المواطن، فمن يحمي المواطن إذن؟ فالله يستر من بعض المرور، خاصة إذا لقى مخالفة. أويلي شي خلصنا. تعليق من مروان يقول، مروان في تعليقه: مروان أحمد قال رجل المرور هو ضاربه ومتعدي عليه، وهذا الشاب رجل ما يقبل كرامته تنكسر حتى لو كان مخالف، يحاسب وفق القانون. أيضا هناك تعليق من مآب عامر تقول في تعليقها: مبارك التكريم يا سيادة المفوض، وعاشت يدين الوزارة لكونها ما طنشت وتابعت الموضوع وردت كرامة منتسبها. بس أقول بشنو كرموا؟ شو ما حكوا؟ يا خوفي لا يطلع مجرد كتاب شكر وتقدير وتصير مو بعيده.